أشكر إليه من بداية العزاء للانتهاء. والوقت هنسمع الشيخ منصور أبو عيادة من قرية أتميدة، واجباته معتادة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى لكي لا يكون
إذا قضوا منهم وفروا وجاء أمر الله مفعولا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على وكان أمر الله.
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالة وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكان بالمؤمنين رحيما.
يا أيها يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحباب استمعنا سويا بكل رشد وصواب لآيات خير كتاب المتنزلة من الملك العزيز الوهاب على قلب نبينا المصطفى سيد الرسل والأصحاب وكانت التلاوة لما تيسر من آيات سورة الأحزاب المدنية
أمتعنا بتلاوتها فضيلة القارئ الشيخ منصور أبو عيادة ابن قرية أكميدة من غمرة قهلية، شاكرين إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم أسرة راحلنا الكريم حاج عطا. نشكر إلى كل من شرفنا بأداء واجب العزاء، تقدم بجزيل الشكر فضيلة الشيخ ناجي عبد الحاج محمد الخياط، فضيلة الشيخ محمد أحمد عبد الله، ولكل من شرفنا بأداء واجب العزاء. أخوتنا إخوة الإيمان، هيا بنا مرة أخرى إلى ساحة الذكر والبيان، ساحة القرآن مع الكتاب الذي لا يمل جليسه ولا يقلق عن كثرة الرد، من نطق به صدق ومن حكم به عدل، ومن دعا له أجر ومن هدى له هدي إلى صراط مستقيم.